سافر طفلاً ليجرب الحياة، ثم سافر شاباً ليتعلم أكثر. وقفت أمامه ظروف فعبر، آمن بنفسه فأبدع وواظب وأنجز، أحب كل من حوله فأحبوه، خدم إمارته الباسمة ودولته المعطاء، فطور وجدد وغير. إنه مبارك بالأسود مبارك حميد، ضيف حلقتنا لهذا اليوم. أسعد الله مساءكم بكل خير، ومع برنامج حديث الذكريات في تطوافة سريعة وزيارة عميقة مع سعادة مبارك بالأسود حميد. أبو يوسف مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور، وأنا أشكر تلفزيون الشارجة طبعاً على هذه الاستضافة. نبدأ إلى قصة مرحلة الطفولة وما تحويها من تجارب وقصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً في بداية اللقاء أحب أهني الحكام وأهني رئيس الدولة وأصحاب السمو الحكام وأولياء العهود وشعب دولة الإمارات على مرور 50 عام. وأنا سعيد أني أنا قضيت الفترة هذه، يعني 50 عام أنا عشتها وشفت التطور اللي صار على بلدنا، والحمد لله إحنا بخير. بيوسف، يعني تجربة الأسرة الكريمة، الوالد، الدراسة في المرحلة في بكورها وبداياتها، نبغى صورة وإضاءات عنها. يعني شوف، في أشياء في الحياة الإنسان يتعلمها من البيئة اللي عايش فيها. احنا تربينا على الجيل القديم. نعم. وعلى أسلوب الجيل القديم اللي هو يحافظ على العادات والتقاليد والدين طبعا، والصلاة والأمور والتهذيب والسلوك اللي حين يعني في أحد البرامج أنا سمعت يتكلمون عن الصنع. طبعا الصنع حين صعب شوي، لأن الجيل اللي عايش يختلف عن جيلنا. إحنا تربينا على كل الوقت اللي هو يغرسون فيك، يعني من تنش الصبح أمك وأبوك حواليك، فتشوف تتعلم كثير منهم، ودائما عندهم من العيب إنه حد يقول لهم أنتم ما ربيتوا ولدكم بالشكل الصحيح. فهذه كانت بالنسبة للوالدين صعبة شوي تقبلونها، فكانوا حريصين على تربيتنا بالشكل الصحيح. بيوسف، يعني شو ذكرياتك عن المدرسة؟ أغلب سكان أهل الخليج تغربوا، صحيح، ليعيشون عشان يعيشون عيالهم. إحنا استفدنا من هذه التجربة كذلك، لأن التجربة كانت قاسية بالنسبة لهم. بس ما كنا نحس، لكن خاصة مهرة البحر. نعم. مهرة البحر شوية صعبة. نعم. لأنها تعتمد على القوة الجسمانية، والكويت كانت باردة. باردة. نعم. صح. أذكر الوالد كان عنده قارب صغير شوعي يسمونه. نعم. خشب، وكان يوقفه بعيد ويروح يسبح. في الكويت برد. برد بحر. برد، فجاس حتى مرض، يعني يعمل له نزيف من كثر فحياة قاسية. قاسية. الفترة اللي بدينا طبعا احنا الدراسة في الابتدائية، بدينا في مدرسة اسمها المعري في الكويت، ولغاية الثاني انا ما اعتقد لغاية الثاني متوسط، اخوي سالم كان في ثالث متوسط. فرجعنا يوم كان الوالد ترى برد بلادنا، زعلانين وطفولتنا كلها في الكويت، وهذا البلاد كشفت، هذا هل بنحصل نفس ال، لأن شكلنا فريق هناك، فريق كرة قدم وغيره. هو يعني سجمنا مع الشباب الموجودين، يعني ربنا كوننا جيل. المهم هنا نحن طبعا هنا الإمارة، بيتنا كان موجود في الشرق، كان الوالد يرسل عن طريق المطراش قبل. نعم. صح. كان غرفة واحدة مخزن، وأنا وأخوي وأخوي سالم والوالد كنا ساكنين مع بعض. درست الثانوية مشيناها بالعافية،
يعني أنا صراحة من النوع اللي لو مسكت كتاب على طول يجيني النوم. أنا الطيارة والكتاب ما يعني، ولكن أستوعب يعني مثلا عندي درجة استيعاب الحمد لله رب العالمين. يعني انتباه للدرس ومتابع أسئلة. أحب يعني المحاضرات والأشياء وغيره وغيره. درست في أي ثانوية في الشيء؟ أنا درست في العروبة. في العروبة. في العروبة. حتى لما انتقلت في سمنان أظن إلى سمنان بعد درست فيها خلص. عاد حين الفترة الجامعية بالنسبة للفترة الجامعية بالنسبة لي رسبت في الثانوية العامة في 74. والمهم تقدمت على الطيران في أبوظبي مرشح طيار وقبلوني ودربت. دخلت يعني البدايات باجي يمكن يوم يومين أسافر باكستان. صح كان عشان التدريب كان هناك في باكستان العملية. صح طيران فتصلوا في النادي قالوا مبارك نباك ويانا وغيره وغيره. قلت لهم زين تبوني وياكم أنا ناجح ساقط أسير أمريكا بس كذا. ليش بسير أمريكا؟ لأن زمالتي الشيخ فيصل بن خالد كانت زمالة قوية فشجعت فقلت بلتحق بالشيخ فيصل. الشيخ فيصل كان قدام فقلت لهم ساقط ناجح أنا بسير أمريكا. زين المهم نجحت الثانوية أنا. ماشي إرادة الثانوية. فيعني محمد الدوخي كان ماسك قراج المعارف. أيه. فقال لي أنا بوديك لعبد الله عمران. والله ما طولنا جلست ويابني الأخ محمد وقال لي مبارك كذي كذي وحاب يسير أمريكا على طول. قال لي باكر الصبح يسير عند علي النومان ويخلص أموره هناك. والله ماشي اليوم الصبح الثاني اليوم الثاني رحت هذا كان ماسك البعثات إبراهيم بن كنون وعلى طول عملت أوراقي. فيوم صرنا أمريكا صرنا سان فرانسيسكو. إحنا طبعا كنا في كاليفورنيا هذا الكلام 75. فصرنا مدرسة مال اللغة عشان نقوي لغتنا وغيره وغيره. ونحن كنا في سان فرانسيسكو اتصل فينا الشيخ محمد بن صقر جزاه الله خير. قالوا أنتوا لا تضيعوا وقتكم تعالوا أنا بيكم جامعة الإنجليزي اللي بتدرسونه بيحسبوا لكم إياه متطلبات الجامعة. متطلبات الجامعة بتحصلون عليه اللي هو الكريدت يعني. كريدت ساعات. أي ساعات اللي هذا. فقلنا خير وبركة. فعاد إحنا شوف سيارتنا أمريكا صدق الصبح في الجامعات لكن يوم تي في الليل ولا العصر هل الشارجة كلهم موجودين. سكننا كنا في نفس المجمع. جميل. الشيخ محمد بن سالم. أيوة. الله يشفي ويعافيه. السلطان السويدي. الهولي السويدي. نعم. وخالد شيل. إبراهيم سرور. وكان عنده جماعة محمد البنا. يعني مجموعة من الشباب. يعني كنا زملاء هنا في النادي وفي بعضهم زملاء هناك. كنا متيمين كنا في نفس الكامبريكس. فما حسينا بالغربة. درسنا كل فترة. تعلمنا يعني أنا بالنسبة لي استفدت من الفترة لأني طبعاً يمكن ارتباطي بالزيجة الأمريكية ولكن نفس الوقت في ثقافة معينة إحنا تعلمناها استفدنا منها. الناس كيف تفكر وغيره وغيره. حتى لما أحد الكورسات أعطونا طباعة فقلنا يا أخي إحنا طباعة بشكل واحد منا بيتخرج بيستوي مدير وعنده سكرتير وغيره كذي. كان تفكيرنا يعني هاي الأيام يعني تتخرج وتخرج الجامعي وغيره يعني خلاص أنت جامعي يعني. معنا الأهل الطابع وهو قالك شوف إذا أنت لأن إحنا درسنا إدارة أعمال فإدارة الأعمال محتاج إلى طابعة وهاي الأيام فاكس وتلفون وطاولة لأن أنت ما بشرط يكون عندك موظفين وغيره وغيره يعني ممكن تسوي البزنس أدواتك بنفسك أنت اعتماد على الذات. وفعلا شوف تطورت الدنيا أصبح هذه الآلة الطابعة اللي تعلمنا عليها
هي حين الكيبورد مال الكمبيوتر الكمبيوتر يعني. فشوف هالكلام وين 75. طبعا خلال فترة الدراسة يعني أنا حصل طبعا الدعم من أخوي سالم اللي وطبعا أنا هذا الأخو العظيم اللي مرت عليه الحياة ونحن كنا تربينا بنفس المفهوم. نعم. المحافظة، احترام الناس، المعاني. فوقف وياي يعني قام يساعدني. الله يكرمك. يساعدني فسالم المادة وايرة. وسالم من النوع اللي ما يبخل عليه يعني اللي عنده في جيبه مبلغ. الله يكرمك. لبيته ولعياله وأخوانه ما هي الأمور مشت في أمريكا يعني لغاية طبعا التخرج ورجعنا البلد. رجعنا البلد لتحدي آخر. تخرجوا في 79 أعتقد. 79. يعني أنتوا ركزتوا ما ضيعتوا وقتكم دراسة. دراسة لأن بعض الفترات ما كنا نرجع في الصيف كنا نأخذ صيف. تأخذ صيف. الشيخ محمد بن سالم بالحرف الواحد قال لي مبارك اليوم ما تطلع إلا موقع. أبو يوسف في عام 1979 قد تخرجت من الجامعة بس ما عرفنا الجامعة. الجامعة اسمها في كاليفورنيا في لوس أنجلوس اسمها وودبري. وودبري. 79 خلصت ورجعت للبلاد ودخلت الآن مرحلة جديدة، مرحلة الحياة، هي مرحلة الحياة العملية. حدثنا عن هالمرحلة الجميلة. اشتغلت فترة بسيطة في العمل والعمال. نعم. العمل والعمال. بس حطوني في قسم ما يتناسب مع تخصصي، اللي حطوني في قسم الشركات ممكن. حطوني في قسم يسمونه قسم الإغاثة. الإغاثة. الإغاثة هذا مسؤول عن الكوارث الطبيعية قابا. نعم. فأنت تري لغاية ما تستوي. وإحنا ما تستوعدنا كوارث طبيعية. لا الحمد لله. يعني. فنادر ما تطلع شيء يعني. يعني ما دي جتني توصية أو حد. المهم قدمت على بنك أبوظبي الوطني. وتوظفت في بنك أبوظبي الوطني كمساعد مدير. جميل. مساعد مدير كبداية بعدني يعني متدرب. استمريت يمكن سنتين ونص. خلال السنتين ونص اقترح علي واحد ان في مشروع وانا كنت اهوى التسويق. حلو. يعني دخلت في موضوع ريادة الأعمال. ويبقى التفرغ. التفرغ ريادة يعني. التفرغ. وخلص تركت لهذا بس عشان هذا المشروع ناخذ مشروع خاص ما انت. اتخذت قرار ان تكون رواد الاعمال ومش تدخل المشروع تجاري. وهذا المشروع نكس حياتي صراحه يعني. سبحان الله. يعني تحدي صح. خسرنا في المشروع. نعم. واحنا كنا مجموعه بعد من الزملاء معانا دور على وظيفه. زين انت الحين ما عندك وظيفه. وصادف اني انا عندي مشكله عائليه لان كنت متزوج. نعم. من دبل. نعم. متزوجه امريكيه طبعا وما مشى الحال. ادور بنت بلادي والامور هذاك. والله وفقني. ما شاء الله. والله وفقني بريال بعد ونعم فيه يعني. وتقدمت على الخطبه خطبت الحرم. سي طيب الحين وظيفه انت ما عندك. يا العرس دبرنا عمر. والله وانا اتصال يجيني من الشيخ محمد بن سالم. الله يشفيه ويعافيه. الله يشفيه ويعافيه. في نفس الفتره. وانا ممتن الفتره نفس الفتره. وانا ممتن لهذا الشخص. الله يكرمه ويحفظه ويعافيه. فيوني كان الشيخ محمد بن سالم هذا المكتب التنفيذي كان في غرفه التجاره. نعم. انا اتكلم عن غرفه التجاره. الشيخ محمد بن سالم كان رئيس اللجنه ومحمد بن عمران الله يرحمه. الله يرحمه. وسلطان بن خالد. نعم. الشيخ محمد بن سالم بالحرف الواحد قال لي مبارك اليوم ما تطلع الا موقع. شكل ما شيء عاد انا من داخلي اوقع على اي شيء. اي شيء. سبحان الله الرزق هاي وجه الحرمه الطيبه الله يكرمه. نعم. نعم. عندك الشؤون الاداريه والماليه وعندك الشؤون الاقتصاديه وعندك المعلومات.
مع المذكر الأسماء التجارية كانت عروض تجارة. نعم. عشان كذا لما ترقيت فيما بعد وفت في إدارة المال الاقتصادي ما كان عندي مشكلة. نعم. لأن هي أساس الترخيص. عقب قال لي لا لا لا. نحن أباك في العضوية المعاملات. لأن هناك واجهة الغرفة و... والله عقب ما أخذنا كل شيء ودولنا وغير. عقب دربنا الجماعة كلهم الموجودين بما فيهم الأخ سلطان الحين ماسك دائرة الاقتصادية. يا سلام. سلطان من هدى. نعم. فالشباب هناك. فشوف أجمل فترة وأغلب خبراتي غرفة التجارة والصناعة صراحة يعني من ناحية عمل، من ناحية استفادة، من ناحية أنت لما تتعامل القطاع الخاص قطاع متجدد. نعم. فأنت لازم تواكب هذا القطاع المتجدد. نعم. لازم معلومات تسبق فيها وغيره وغيره، خاصة فيما بعد لما مسكت الشؤون الاقتصادية، فالمعارض والتسويق والمهرجانات وغيره وغيره. طبعا اقترحت المهرجان، المهرجان كان اقتراحي أنا. نعم. كاقتراح وكمبادرة يعني اقترحت وصممت المهرجان، والشعار كان الشعار بعد طبعا غيروا الشعار فيما بعد، واستفدت من السفرات كثيرة بالسفر تشوف تجارب، لأن كان التسويق هو أنك تجيب مستثمرين في الخارج وغيره وغيره. فغرفة التجارة هي اللي أصقلتني الصدق، والقطاع الخاص طبعا. نعم. غرفة التجارة هي قطاع خاص. صحيح. هو في الغرفة بيوسف الحديث عن يعني استجلاب أو استدراج رؤوس الأموال مثلا كمستثمرين الصينيين، الهنود، الاستثمارات العربية مثلا مصر وغيره، فأنشأتوا يعني مراكز تجارية استثمارية، يعني هاي تعتبر من الأفكار الريادية حقيقة طلقت من الشارجة مستوى دولة الإمارات حقيقة. احنا كان عندنا ميزة، وهذه الميزة كنا نستغلها. نعم. لما نصير نسوق نستغل هذه الميزة. هي. لأن الشارجة كان فيها 45% من إجمالي الصناعة في دولة الإمارات. نعم. فهذه الميزة كانت تساعدنا نحن لما نطلع نسوق برا، لأن كنت مسؤول عن ذلك. نعم. حتى لما أطلع أنا أطلع رحلتين، رحلة أطلع بنفسي. نعم. أحضر الوفد. حلو. بس الحمد لله يعني أنا كنت أطلع أنا مثل غرفة، أنا مثل قطاع خاص، ما يعني أنا ما عندي رسالة مثلا من الحكومة أو من الخارجية أو شيء، ولا تجار، ولكن مثلا لما أصير مثلا سفارة ولا شيء، سفارتنا برا صراحة كل الترحيب الحمد لله. فأحضر الوفد وبعدين أسوي اتصال مع الغرف المشابهة، أنظم البرنامج معهم واللقاءات، ونختار التجار المعنيين اللي احنا، فكنا نركز على الدول اللي في البداية. في البداية. دول الآسيوية، أغلب الدول الآسيوية. نعم. الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند وباكستان، هذه أسواق، هذه بالنسبة لنا أسواق جيدة. فاستمرت الأمور التسويقية بنجاح بنجاح وغيره وغيره وغيره. فقدرنا شوف الصينيين لما فتحوا التشاينا ماكسن، احنا هنا قابلناهم بعد 5 سنوات. شوف بعد 5 سنوات درسوا، جالسين يدرسون السوق، يعني دخلوا بحثوا. ايه بحثوا. بعد 5 سنوات هم اتصلوا قالوا تعالوا احنا جاهزين نواقع. يا سلام. فحصلوا، تعرف يعني المنافسة شديدة، يعني أي ثغرة أنت بعدك يستغلونها. أنا بالنسبة لي أنت إذا عندك مثلا منتج معين وتحب السوقة، تركز المنتج اللي موجود أنت عندك. نعم. والمنافسة بالعكس، المنافسة تخلق الكفاءة. صح. يعني إحنا أحد البرامج دائما لما تسوق شيء تتكلم عن دولة الإمارات قبل. نعم. تعرف الناس بدولة الإمارات، من دولة الإمارات، وبعد ما تطرق لدولة الإمارات تتكلم عن إمارتك. دولتنا دولة الإمارات هي رقم واحد. هذا هو الكلام، الحمد لله. دبي عندها ميزة، أبوظبي عندها ميزة، الشارجة عندها ميزة. لما تجمع هذا أنت رقم واحد. هذا عالميا أنت رقم واحد. أنت رقم واحد. صحيح. هذا ولا لا؟ صحيح.
سعادة مبارك فالأسود، يعني الحديث عن الفترة الثرية هاي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يعني من متى لمتى تقريبا؟ يعني هذه كانت في الفترة بين 87 لغاية 2001. وخلال الفترة هاي طبعا ساعد لنا، كان من الضروري ان يعني، وطبعا اختارني الشيخ طارق في عضوية المنطقة الحرة وهيئة الانماء التجاري والسياحي كذلك. كنت عضو مجلس إدارة، وكنت عضو مجلس إدارة في المنطقة الحرة في المطار. طبعا الفترة الجميلة للإنسان، أنا ما كنت يعني الإنسان ما أنت ما تسعى للمنصب، أنت المنصب ما يعني صعب أنك تسير وتخطط تقول والله أنا أخطط وأسوي عشان أوصل للمنصب، ما لا المنصب ما يوصل كذي، عملك هو اللي هو اللي يتكلم. أنا كنت نشط في غرفة التجارة وغيره وغيره، وكنت مرتاح وكل شيء ما عندي، بس طبعا الترقية طبعا نوع من المكافأة للإنسان، وأنه يحس أنه أنجز شيء أنه يستاهل يوصل إلى هذا المنصب. فلسفة الأيز يقول اللي تكتب تقوله، واللي تقوله تكتب تكتب. جاني اتصال طبعا من الشيخ طارق أول، وبعدين دعوني على أساس أني في المجلس التنفيذي. رحت المجلس التنفيذي هذا في 2001، وكنا ويا سمو ولي العهد والشيخ طارق بن فيصل، واللي أنا أعز معزة يعني خاصة، خاصة الإنسان اللي يختارك من ضمن المجموعة في فسمو العهد فتح الحديث قال مبارك، شوف أنت ثلاثة مرشحين لمنصب مدير عام في إدارة التنمية الاقتصادية، بس الشيخ طارق اختارك أنت. أنا طبعا داخليا طبعا قلت طالع عمرك إن شاء الله أكون على حسن الظن، لأن الشيخ طارق سافر ويانا، كان يسافر وترأس أحد الوفود كذا وفد ترأس ويانا قبل ما يعني قبل ما أنا أدخل دائرة الاقتصادية، صار ويانا أستراليا وصار ويانا هونغ كونغ وسنغافورة والمناطق هذه أول ما زرنا يعني. دائرة التنمية الاقتصادية طبعا ما كان عندي صعوبة أنا في إدارتها، يعني أولا تخصصي الجامعي بالضبط الأكاديمي، وغرفة التجارة تعامل مع الفساد والاستثمار، فكان امتداد طبيعي بالنسبة لي، امتداد طبيعي ما في أي مشكلة. أول يوم في تعييني في إدارة التنمية الاقتصادية كمدير عام، جمعت الموظفين على الكاونتر، يعني موظفين الكاونتر، كنا نحن ساكنين في بناية، في ما بساكنين يعني طبعا الإدارة كانت في بناية في شارع المينا، وماخذين طابقين حوالي ثلاث طوابق. المهم جمعتهم في الطابق المعاملات، فقلت لهم شوفوا أنا ما بياي هنا عشان مدير عام ولازم موعد وسكرتير وتعال، لا احنا نقدم خدمات، وهذه الخدمات اقتصادية، يعني هذا المكان هو الواجهة الاقتصادية للإمارة، الإنسان اللي حاط رأس مال وجاي يستثمر في البلد ما يبي يشوف عراقيل، والانطباع الأول هو الانطباع الصحيح، لأن رأس المال من يقول لك رأس مال جبان، فأنت لا تسوي لي عظمة من شهادة صارنا 30 سنة هاك اليوم طبعا قبل من زمان 30 سنة نصدر هذه الشهادة فيها اسم تجاري وفيها نشاط وشركة وتاريخ انتهاء تاريخ إصدار، في شيء غيره؟ طيب إيش حق الإنسان يتغربل عشان يحصل هذه الورقة؟ عندك تحفظات قانونية؟ أوكي، عشان كده احنا فكرنا بالآيزو، لأن الآيزو لازم عندك افصاح وشفافيه، ما بطوابير، لاني لاحظت مثلا طوابير فيما بعد، لاحظت طوابير عندك، ليش طوابير عندك يا مدير اداره
والله في ناس وايديون يحتاجون إلى رخصة تجارة عامة ويحتاجون غيره. زي رخصة تجارة شو متطلبات؟ متطلبات لازم مستودعات يكون عنده ولازم رأس مال الكذا. قلت له ما عليه، اكتبوها اكتبوها، أي حد يبغى تجارة عامة وهو يقدر يوفر الشروط عطوه إياها. سهلته. إيه سهل. وبعدين لا تترك مجال للاستثناءات والتعقيدات وغيره، لأن هذه مداخل. طبعا أنا ما أشك بنزاهة موظفين، ولكن هذه دائما مداخل للفساد. نعم. الإداري. وفيما بعد كنت أجتمع الموظفين أقول لهم خلونا نرسم خط لسير المعاملة. احنا نتكلم عن الوضع التقليدي اللي لما انا مسكت كان الوضع التقليدي بعد ما دخلت تقنيه المعلومات في انجاز المعامله. فخلونا نشوف وين خط سير المعامله، وين المعامله توقف وكيف نسيطر عليها. يعني ليش توقف على المكان وشو الاسباب ندرسها، يكون عندنا الاشياء سلسه فيما بعد تمشي. فتحلون العقد ما لا تعطي عذر في الخدمات، لا تعطي عذر للموظف. ما دام الإنسان جاء وحاجته عندك يجب أنك توفر. أنتوا عدتوا هندسة رحلة المتعامل وطبقتوا نظام الآيزو. نظام الآيزو هي فكرة نظام الآيزو شو؟ لأن نظام الآيزو أصلاً مبدئياً لما دخلت في غرفة التجارة وقال لي الله يشفيه عافية الشيخ محمد بن سالم أن دون كل شيء اللي فكر هذا الشخص، لأنه ما معقول أنت تحتكر شيء خاص بالمجموعة وخاص بالمؤسسة. لا يمكن شخص ملك المؤسسة وليس ملك شخص. فكل مؤسسة لها سياسات، لأن يعني فلازم يكون عندك سياسات تكون واضحة بينك وبين المتعاملين، ما يكون شيء عندك أنت. تقطع قضية الاستثناءات. فلسفة الآيزو يقول اللي تكتبه تقوله، واللي تقوله تكتبه. هذا بسيط. بالبساطة بالوضوح. فحصلنا على شهادة الآيزو، وهذه كانت يعني من ضمن الإنجازات اللي سويناها في دارة التنمية الاقتصادية. فأول كلمة قالت سمو الحاكم طبعا أثرت فيه، قالت سمو الحاكم احنا أنت ما وظفت 90 بنت، أنت وظفت 90 عائلة. عقب صدر المرسوم إدارة المعلومات وقواعد البيانات. قواعد البيانات. هاي كانت توها مستحدثة. هذا مستحدثة ولا. فبديتوا من تأسيس من الصفر. من الصفر. من الصفر. هذه أنا أول ما عرفت يعني شو متطلباته، ولكن ما خرجت عن نطاق الاختصاص. نعم. لأنه حصلت أنها مفيدة أكثر، لأن تدعم القرار. صحيح. المعلومة الدقيقة. القرار بدون معلومة صحيحة لا يمكن أن ينجح. نعم صحيح. والله وفقني بشيئين. أول ما طلع الخبر إنشاء الدائرة. فالخبر طبعا نشر الجرائد، وبالصدفة قرأ واحد من الدكاترة اللي كان ماسك المكتب العربي للإحصاء، مقره كان في بغداد. نعم. فقرأ الخبر والدكتور فاضل يعني استفدنا فيما بعد، ومتخصص في الديموغرافيا يعني التطور السكاني، يعني جاء مناسب بالنسبة لنا. اتصل قال لي في إدارة كذي وأنا حاب أشتغل، وصار المهم صار نصيب. يعني الحدث الثاني الحين نبى الشق اللي خاص بالدعم القرار، لأن هي متعلقة بي. اتصل في واحد دكتور بعد من مصر وقال لي أنا أشتغل في مركز المعلومات ودعم القرار في مصر. نعم في مصر. نعم عندهم مصر عندهم يهتمون فيه. نعم. هذا تابع مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء الأستاذ علي لطفي كان. نعم. فهو لما انتهت فترة رئاسته رئيس مجلس الوزراء
فتح مكتب اقتصادي وخبير. فاللي جاني من المركز هو واحد من الناس اللي كانوا يشتغلون وياه، فقال لي مبارك الدكتور كذي كذي عنده غير. المهم بي قال لي بي، حتى تفاجأ في مؤتمر كان مال الاحصاء، تفاجأ تعرف الشيخ بالنسبه له مصر يعني، نعم، وهذا رئيس مجلس الوزراء، نعم، ويانا بصفه طبعا تجاريه مش خاصه متخصصة يعني، نعم، متخصصه، ولكن هو الشخص المعني، نعم. وفعلا وظفت اثنين، انا من وظفت دكاتره اثنين من المركز، عندي واحد في متخصص الديموغرافيا، وحصل واحد يأسس بالشكل الصحيح يعني التأسيس الصحيح، نعم. من ضمن الأشياء الإنجازات اللي سويناها في دارة المعلومات اللي هو سوينا تقرير التنمية البشرية، قررنا بالتعاون مع اليو ان دي بي، لأن لازم تعتمد التقرير، لأن لما تسوي تقرير للتنمية البشرية اللي هو يجب على الإنسان أن يعيش في بيئة آمنة ويتوفر فيه العمل والتعليم والصحة، وفي بند خامس كذلك احنا نتكلم عن البيئة الآمنة، يعني لازم يكون، وهذه متوفرة في دولة الإمارات الحمد لله في هذاك، وإمارة الشارجة من تركز على العلم المجاني والتأمينات موجودة وغيرها، فما عندك يعني احنا مستوفين يعني. في الكتيب اللي سويناه طبعا طلعت إمارة الشارجة على مستوى العالم العربي رقم واحد في العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية بمعنى ان الدخل يعادل الصرف على الفرد، وهذا شيء جيد يعني، شيء مفخر للإنسان يعني. أرقام حقيقة. أرقام بأرقام وبتشيك اليو ان دي بي وغيره. فتركيز السمو الحاكم على النواحي الإنسانية بالعكس سهل علينا مأموريتنا، لأن يعني بنينا هذا التقرير بناء على التوجهات. هذا التقرير يوسف يعتبر الأول عربياً يمكن؟ هي الأول، هذا حتى على مستوى في الإمارات ما صدر أول تقرير. أول تقرير يصدر حتى على مستوى الإمارات، يعني إمارة الشارجة الوحيدة اللي تميزت بهذا التقرير. بعدين طبعاً هم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وما عندهم، لأنه ما عندهم عذر، إذا ما تخلي العذر، ولا إحنا يعني حتى لو ما عملنا التقرير، نعم، إحنا هذا الشيء ملموس منا بالنسبة إحنا، يعني ما نحتاج إلى شهادة الآخرين عليه يعني. يعني فإحنا عايشين أصلاً عارفين الظروف. فإحنا لما توصلنا إلى إحنا توصلنا إلى رقم معين معادلة بناء على التضخم وعلى الهاك في معايير معينة ومعادلة معينة أنت تطبقها على أساس أن الهاك. فتوصلنا إلى رقم معين سمو الحاكم طبعا قال لا هذا رقم يخصكم أنتم، ولكن أنا المواطن يستحق أكثر من، وفعلا جت زيادات كثيرة عن مقدار العيش الكريم والكرم على أساس أن ينتقل يعني، ما يكفي أنك أنت تأكل وتشرب فقط، ولكن لازم تعيش حياة كريمة، ما يكون عندك صعوبة في الله. يعني دائرة المعلومات يعني دعم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسي عضو مجلس الأعلى الاتحاد حاكم إمارة الشارقة، يعني على طول بصدور التقرير ترجم هذا التقرير إلى مبادرات يعني لدعم التنمية البشرية، وألقى هذا بعبء على الدائرة وعلى فريق العمل. يعني تحدثتني يعني في فترة التحضير لهذا البرنامج إنه فريق عمل متناغم جميل من الخبراء ومن الشباب الوطن الواعدين اللي اعطيتهم الفرصه وتأهلهم. حدثنا عن الاجواء الجميله هاي بو. انا عندي شيء يعني الانسان اللي تجيبه مثلا خبراته وغيره 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 هو يشتغل لك فقط، بس ما يكون عنده سلطه اداريه، السلطات الاداريه لا، ما اترك انا كذي طبيعتي، ما اترك السلطات الاداريه. علم الشخص الفلاني يعلم الشخص الثاني، لازم ينتقل من مستوى لمستوى، لازم ينتقل من مستوى لمستوى لفترة زمنية معينة. حتى في بعض المناسبات أنا حتى يعني الدكتور اللي عمل التقرير
في كذا مناسبة. مرة كان عندنا افتتاح مع الحكومة الإلكترونية، والشيخ سمو الحاكم جينا كنا واقفين عند المعرض أقوم افتتاح، التفت كان يشوف هو يعرف طبعا، قال تعال تعال بول حصان انت أنا باقي. هذا توصية. أنا عندي طبع إذا شخص متخصص في شيء معين خلوه يتكلم. نعم صح. بيوصل المعلومة بشكل أصح. صح. أفضل. وهذه مرتين صادفتني أنا، صادفتني يعني دكتور إذا واحد مختص خليه هو. كنا كلفوني بعمل الكول سنتر اللي في خرفكان. نعم. مركز الاتصال. مركز الاتصال لحكومة الشارقة. لما جينا دخلنا سمو الحاكم طلبنا منه هيك، كانت لزيارة الخور فرصة، قلنا يفتتح المركز. هذا المركز كانوا فيه بنات متخرجات من كليات المجتمع، وصار لهم فترة ما اشتغلوا. نعم. فكلفوني بالإن إقامة لهذاك، فقال عندك حوالي 100 وشوي أكثر حتى من هناك، مدى 300 مدى، المهم عدد أكثر عدد من عدد كان. خرجين صار لهم فترة ما فيبغى لهم كان عمل، فشافوا العمل يقدر يستوعب مجموعة. ففعلا قدرنا نوظف 90 بنت. ما شاء الله. فلما صادف سمو الحاكم كان موجود في المنطقة دعيناك. فلما جاء الشرح أنا ما رزيت، قلت والله لأني أنا مدير عام لازم أطلع والله قدام الشيخ هذا، أنا ممكن عندي المعلومات ولكن لا، الشخص اللي كان يدير المركز الملف هذا هو المخصص، المتخصص احنا مهندس فاضل عبد الله النغمي. فهو طلع الجولة، جولة الشيخ. فلما خلص سمو الحاكم للجولة وقفنا في القاعة مال المركز، فجت واحدة من البنات كلمة كانوا هم عادينا بنفسهم، ما ندخل احنا، ما مش ما ندخلين فيه. فأول كلمة قالت سمو الحاكم طبعا أثرت فيه، قالت سمو الحاكم احنا انت ما وظفت 90 بنت، انت وظفت 90 عائلة. هذه الكلمة مؤثرة جدا. على طول سمو الحاكم هو واقف كان يقول حق المهندس عبد الله، قال له تعال، دارة التنمية الاقتصادية عندهم مبنى وما اعتقد بيستخدمونه، هناك بتتحولون. يا سلام. هاك الساعة بعد الكلمة قرار في مكانه. الله يطول. ايه وحين ما شاء الله مستقرين هناك. الحمد لله. ولكن يعني النصيحة ان في مكتسبات، يعني الخمسين سنة دولة الامارات عملت مكتسبات، ويجب المحافظة على هذه المكتسبات. سعادة مبارك بن اسود، يعني هذه التجربة الثرية اللي يعني انتقلت فيها من تحدي الى تحدي، وكلها في صناعة يعني مهمة واساسية تعتمد عليها يعني دولة الإمارات المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص. نبغى منك رسائل لأبنائنا، للتجار، للعاملين في هذه الصناعة الآن، المستثمرين اللي يشهدون أن تكون دولة الإمارات فرصة أو أرض الفرص. يعني قطاع التجارة قطاع متجدد، قطاع الاقتصادي متجدد، ومواكبته يجب أنك تكون أنت مطلع، يعني لازم يكون عندك سبب قوي أنك تتواصل مع هذا القطاع. فلما توصل أنت في مرحلة التقاعد يكون علي عندك نوع من الانقطاع، فما تحمل نفسك أو أكثر عن المطلوب، خلاص مو مطلوب منك شيء، يعني أنت تقدمه ولا شيء أو تقدم نصح. دولة الإمارات اللي يميزها احنا عندنا سرعة القرار والتكيف مع الظروف والمتغيرات، يعني ما عندنا بيقراطية في الفيلم ولا تسلسل ولا شيء، يعني يجتمع مجلس تطلع مثلا حالة معينة يجتمع مجلس الوزراء اليوم الثاني على طول صادر قرار، او يجتمعون الكبار المسؤولين الشؤون على طول ياخذون قرار، ما يتأخر عندنا. مرونة غير عادية. هذا اللي يميز دولة الإمارات. دولة الإمارات يميزها إن عندك سرعة في القرار وما عندك بيقراطية في القرار. فما علينا خوف. ما شاء الله الشباب عندهم الوعي والإدراك
والوسائل العلمية تطورت، ولكن يعني النصيحة أن في مكتسبات، يعني 50 سنة دولة الإمارات عملت مكتسبات ويجب المحافظة على هذه المكتسبات، وعدم الاستعجال في أمور كثيرة، يعني في أمور الإنسان يتأنى. أما من ناحية العلمية لا، ما شاء الله شبابنا متطورين وفكرهم، أنا عندي أبناء وأعرفهم لما تيجي تتكلم وياهم ما شاء الله عليهم، وعيهم جدا متطور، وحتى بعض الأحيان تستفيد منهم. يعني هم الحين الشباب داخلين في مجالات غير عن المجالات اللي نحن فيها، بس المحافظة على البلد، يعني لا تخرج على الأشياء اللي تضر البلد. أو سعد مبارك بالأسود، رحلة العمل الميداني تكللت بتكريم من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة بضم كل عضوية المجلس الشارقي لإمارة الشارقة، اللي يقدم فيه دورة رجالاته ونسائه والمتخصصين. ف يعني قدمت من خلال تجربتك يعني أكيد كعضو، وكذلك زملائك وأبنائك واللي كانوا معاك في دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في كتيب تكريم جميل، يعني أنت يعني كتبوا بخط الإيد وحطوا صورهم، وأنا قريت صراحة بعض الرسائل تشعر حجم الامتنان والتقدير يعني لفترة إدارتك لهم وشعورهم بالأخوة والمودة معك. يعني علاقتي بموظفيني كانت أنا الأب وأنا الأخ وأنا الصديق وأنا كل حاجة بالنسبة لهم، لأن أحس أن الموظف أولا عنده طاقة معينة، ويجب أنت كشخص مسؤول إخراج هذه الطاقة عشان يتضاعف المجهود وتستفيد في النهاية الدائرة. في النهاية الإنتاج راح ينعكس عليك أنت كشخص مسؤول. المبدع لازم يكون تهيئ له الجو أنه يبدأ، ولا ما راح يبدأ. فعلاقتي أنا الموظفين كانت جيدة، وفعلا هذه انعكست علي أيام التكريم الحمد لله. أنا كرمت أكثر ما أستحق أنا أشوفها. الله يكرم. يعني أولا كان لي شرف أني أسلم تعليمات مباشرة من سمو الحاكم. صحيح. وسمو الحاكم ما قصر، تم ترشيحي للمجلس الاستشاري، ومجلس الاستشاري طبعا نخبة هذا البلد، وكان تكريم طيب بالنسبة لي. الحمد لله. وما أنسى طبعا سمو ولي العهد، لأن سمو ولي العهد قال لي اتصل فيني وقال لي مبارك تراك أنت آخر اسم، وخيرني أني أواصل أو فقال لي مبارك لا تعتذر، والله بالحرف الواحد. أيوة. قال لي مبارك لا تعتذر لأنك أنت تشتغل للصالح العام، ما اشتغلت لنفسك. الحمد لله. فهذا وسام بالنسبة لي أنا. صحيح. أشهد. وإحنا مبارك لك تعيينك في المجلس الاستشاري. والحمد لله. اللهم لك. كرمت بما هذاك وخدت حقي وزيادة صراحة. الله. يعني. تستاهل خير. والله يطول بعمارهم. آمين. ويبجي الشيخ سلطان. آمين. واسمه ولي العهد، والأمور الحمد لله بخير. إحنا الحمد لله في نعمة فضل. الله يسلمك. سعادة مبارك بالأسود يعني تطوافة ممتعة وقصة حقيقية لنشأة وهواية وتخصص وطرح علمي. الله يعمر بيتك بالخير، ونشكرك على استضافتنا في بيتك العامر، وأنا متأكد يعني أن المشاهدين بعدهم ما شبعوا يبون زيادة، ولكن احنا نقول احنا طرقنا الباب وانت ما قصر، فتحت لنا الباب وشرعته وعطيتنا من الخير والمعلومات والتجارب اللي اكيد ناس تتعلم منها. انا طبعا اوجه الشكر لتلفزيون الشارجة، واتمنى ان هذا اللقاء يعني يكون شيق للمشاهدين، وانا سعيد ويشرفني انكم موجودين عندي في البيت يعني، وهذا من فضل ربي يعني. الله يسلمكم. أعزائي مشاهدي تلفزيون الشارقة، جولة جميلة وتجربة رائدة وقصة معبرة في بناء
الدولة وبناء الإمارة. وإلى اللقاء في حلقة متجددة على برنامج حديث ذكريات. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.